احييكم كمان مره وبننتقل هلا لفقره اسمع مني. بظل انتشار الموجة الثانية من الكورونا وبظل يعني مش بس بلبنان على كل حال موجة الكورونا بلبنان وبكل الدول العربية والعالمية بستضيف بهيدي اللحظات الدكتور أحمد المشتت يلي هو اختصاصي بدي بس هيك بس تابع القراءة. دكتور أحمد صرت معي على الهواء يمكن؟ دكتور أحمد؟ العفو الصوت مدى اسمعي اوكي دكتور احمد المشتت الطبيب بجراحه المنظار والجراحه الروبوتيه لامراض الكلى بالمستشفى الملكي بلندن. رح احكي معك عن الموجه الثانيه ورح نحكي اذا في امل في لقاحات جديده لانه تابعت انا هالكم يوم في بعض الناس والنجوم عم بيعملوا اللقاح او الفاكسان. صباح الخير دكتور احمد. صباح الخير عليكم جميعا. دكتور ما بعرف اذا يعني فينا نقول نحن بالموجه الثانيه الاشرس من الكورونا يعني انطلاقا من لبنان يلي اليوم قدرت استيعابه بعتقد صارت تخطت المنطق. نحن اليوم 90% مستشفياتنا تعبت ومش بس بلبنان باوروبا وبكل العالم. قل لي نحن اليوم باي مرحله شو بعد ناطرنا؟ احنا الان طبعا رسميا في الموجه الثانيه واتحدث يعني بالذات عن اوروبا وايضا الموجه الثانيه اصابت الدول العربيه والدول الاسيويه. الموجه الثانيه ببساطه للتعريف للمشاهدين انها ازدياد عدد الاصابات بعد الانخفاض الملحوظ الذي لاحظناه في الاشهر في اشهر مايس وجون بعد الاغلاق التام شبه التام في اوروبا. واسباب الموجه الثانيه معروفه للجميع الان هو بسبب فك الحظر بسبب السفر بسبب اختلاط الناس مع بعضهم خصوصا الشباب وبسبب ايضا استهتار الناس باجراءات الوقايه مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وهذا واضح جدا. المشكله في الموجه الثانيه هي ما نلاحظه الان خصوصا في اوروبا هي زياده عدد الاصابات ضمن الفئه العمريه الشبابيه عمر بين 20 الى 29 عام. ولكن لحد الآن لا يوجد دليل على أن الموجة الثانية هي أشرس من الموجة الأولى. نعم. قد يكون الفيروس أسرع انتشارا وأنا أعتقد لأنه بسبب الاختلاط الكبير بالشباب بسبب عدم اتباعهم قواعد الإجراءات الاحترازية بشكل صارم. أعطيك مثلا تذهبين إلى المترو في لندن الكل 80% من الناس ملتزمين يرتدون الكمامات خصوصا في مكان ضيق عديم التهوية ولكن تلاحظين أيضا 20% وهم معظمهم شباب لا يرتدون الكمامات وهذه مشكلة. الارتداء البارات المطاعم أيضا الاختلاط هذا الفيروس ينتقل بسبب الاختلاط هذه الحقيقة الوحيدة التي نعرفها بشكل كامل الآن واحتواء الفيروس يجب أن يكون بتقليل الاختلاط واحترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ولكن لا يوجد دليل على أن الموجة الثانية أخطر. المستشفيات العفو نعم تفضل المستشفيات في بريطانيا لحد الآن الأعداد الداخلين للمستشفيات ما زالت قليلة لا تتعدى المئات والوفيات اليومية لا تتعدى يعني أقصى رقم وصلنا لك الأسبوع في إنجلترا كان حوالي 70 شخص. نعم أنه وقت مبكر وما زلنا ننتظر بقلق الأسابيع القادمة ولكن الثابت والواضح والحقيقي أننا نعرف الكثير عن الفيروس الآن نعرف كيفية احتواء الفيروس لدينا علاجات معينة وبعض العلاجات فعالة وتقلل نسبة الوفيات مثل دواء الاستيرويد الدكساميثازون. نعم. أيضا خبرة الأطباء بالتعامل مع الحالات الحرجة متى يدخل المريض إلى ردد النعاش المركز متى يحتاج أكسجين هذه الأشياء كانت بالنسبة لنا طلاسم في شهر آذار عندما ضربتنا الموجة الأولى. نحن الآن أقل هلعا وأكثر تحكما ونستطيع أعتقد أن نحتوي الموجة الثانية ونستطيع أن نتعامل معها بشكل
بحكمة أكثر. طيب دكتور، يعني في كتير ناس اليوم بتقول أنه الكورونا جريب عادي، هيك طبياً اللي هل الكورونا هو جريب عادي؟ وهل اليوم في مخطط دولي إذا فينا نقول أنه تنصاب كل الناس؟ وهل اللي بينصاب ما بيرجع بينصاب مرة تانية؟ طبعاً الكورونا هو مجموعة فيروسات 4 أو 5 تصيب الجهاز التنفسي، نعم. وقسم من هذه الفيروس نعم تسبب الجريب العادي أو الكولد كما نسميه طبياً. والكوفيد 19 هو أكثر هذه الفيروسات قوة وشراسة، لأنه يصيب الرئتين والجهاز التنفسي، وقد يصيب أجهزة أخرى مثل ما لاحظنا الجهاز الهضمي حتى القلب والدماغ أيضا. بالنسبة للمناعة تتحدثين عن مناعة القطيع، ماذا لو جعلنا الفيروس يصيب عدد كبير من الناس وبذلك نستطيع أن نحصل على مناعة قوية وشاملة ضد المرض؟ المشكلة في مناعة القطيع أنها تسبب خسائر كبيرة بالأرواح حتى تصلين إلى مناعة القطيع. يجب أن يصاب أقل شيء 70% من الناس في بلد معين حتى تحصل مناعة القطيع. السويد مثلا وحدة من الدول الأوروبية راهنت على موضوع مناعة القطيع، ولكن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن أقل من 20% من السويديين أصيبوا بفيروس الكورونا رغم أنهم لم يتبعوا إجراءات الإغلاق التام. بالنسبة للمناعة ضد الكورونا فيروس، هي مناعة لحد الآن مناعة مؤقتة، نحن لا نعرف كثيرا كيف تدوم هذه المناعة، وهناك بعض الإشارات على أن الأشخاص الذين أصيبوا وتعافوا حوالي 5% قد يصابون مرة أخرى، ولكن إصابتهم قد تكون أخف من الإصابة الأولى. نعم. طب دكتور، اليوم عم نسمع بلقاحات، وأنا تابعت شفت عدد من الناس أخذوا اللقاح، هل في لقاحات فعالة اليوم؟ هل عم توصل لناس وناس لا؟ هل نحن في إبر عم بيقولوا من تركيا، في كتير قصص عم بينحكى فيها، شو صحة هالمعلومات؟ اللقاحات ببساطة في هناك حوالي 170 مشروع لقاح. اللقاحات التي دخلت التجارب السريرية حوالي 20 لقاح، واللقاحات التي الآن في المرحلة الأخيرة هي حوالي 5 أو 6 لقاحات. اللقاح يجب أن يدخل مراحل تجارب سريرية 3، الأولى والثانية والثالثة. أهم تجربة هي الثالثة لأنها تثبت أن اللقاح فعال. التجربة الأولى والثانية هي إثبات أن اللقاح أمين ولا يسبب مضاعفات جانبية. أحب أن أشير إلى أن التجارب الأخيرة أو التجربة السريرية الثالثة لكل لقاح هي من أخطر المراحل، لأنها تثبت فعالية اللقاح وأيضا تبين فيما إذا كانت هناك أعراض جانبية قد تحدث بعد فترة طويلة من استخدام اللقاح. أتحدث بالتحديد عن اللقاحات الأخيرة المهمة التي هي في طور التجارب السريرية الأخيرة، وهي باختصار لقاح أوكسفورد القادم من مدينة أوكسفورد في بريطانيا، في من الولايات المتحدة لقاح موديرنا، ومن ألمانيا وأمريكا أيضا لقاح ينتج من قبل شركة فايزر بالتعاون مع شركة بايونتك الألمانية، وهناك لقاح الروسي سبوتنيك الذي سمعنا عنه في الإعلام مؤخرا، وهناك لقاحات صينية ولقاح ينتج من قبل شركة جونسون أند جونسون الأمريكية. كل هذه المراحل الأخيرة تشمل حوالي أقل شيء تشمل 20 إلى 50 ألف شخص. لقاح أوكسفورد 50 ألف شخص، 50 ألف متطوع، 20 ألف في بريطانيا، 30 ألف في الولايات المتحدة، وأيضا يجربوه في البرازيل وأفريقيا الجنوبية في المكانات الساخنة. يجب أن يكون الفيروس في أوج انتشاره حتى نجرب اللقاح. بعد النتائج الأولية التي قد تظهر في بداية الربيع القادم أو قبل نهاية العام، إذا كانت هذه النتائج مبشرة وواعدة، إذن يمكن استخدام اللقاح حين ذاك. لحد هذه اللحظة لا يوجد أي لقاح
مرخص من قبل أي دولة في العالم أو مرخص من قبل منظمة الصحة العالمية لاستخدامه بشكل عام على البشر. نعم. الصينيين استخدموا أحد لقاحاتهم في الجيش فقط. الصين لا نعرف عن لقاحهم تفاصيل كثيرة، ولكن نعرف الكثير عن اللقاحات القادمة من بريطانيا ومن ألمانيا ومن الولايات المتحدة. نعم. لأنهم نشروا نتائج التجارب الأولى والثانية. فأعتقد أننا في الربيع القادم قد نرى استخدام واسع للقاحات بين الناس، ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة وهيئة جافي التي هي المؤسسة العالمية لإنتاج اللقاح، هناك عمل مستمر لتوفير اللقاح لجميع الدول. يجب أن لا يتم احتكار اللقاح من قبل الدول. ان شاء الله هيدي اهم شغله يا دكتور احمد. انا بدي اتشكرك، يعني مثل ما بفهم منك نحن عندنا بعد اقله 9 إلى 10 أشهر تقريبا، يعني لربيع الجاي لحتى يوصل اللقاح لكل العالم اذا ما تم الاحتكار واذا ما عملنا كعالم ثالث. بدي اتشكرك واتشكر هالمعلومات وعلى تواصل دائم. شكرا دكتور احمد المشتت من لندن. شكرا.